انا بجد مش طايقه الرحله. هفضل معلش يا جماعه، انا اسفه جدا، ما اتعصب عليكم، انا اسفه كلكم، اسفه للكل حرفيا ما عدا محمد. ولا حاجه يا نانسي، كل خير، حصل كل خير حرفيا، ما حصلش غير الخير. هقولك الفكره كلها يعني انه ايه حصل ايه؟ طيب ما امبارح كانت امي كويسه، ما انا عارف. هلو بنات الحلوين، النهارده رجعت لكم بفيديو جديد running from the demons in your mind. Then I took yours and made a mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall, and then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Show me how to feel. ايوه بتهيألي كده. ايه كله نايم؟ الحمد لله الحمد لله، امبارح عدى على خير الحمد لله. يعني قعدنا مليون ساعة عشان اقنع ايمي ان احنا خلاص الباخرة اتحركت، وان مش هينفع نقف، وان مش انا السبب ان هايدي تبقى هنا، وان انا معرفش اصلا انها هنا، ولا احمد كان يعرف. بس الحمد لله يعني في الاخر النتيجة ان كانت اليوم امبارح عدى زي الخير زي الفل. الحمد لله الحمد لله، قبل ما النهاردة يخلص وبرضو يعني ما يحصلش مشاكل ان شاء الله بإذن الله بإذن الله. يعني انا مش عارف هو انا اللي حظي زباله، والله هايدي اللي حظها حلو، والله ايمي اللي حظها وحش، والله ايمي اللي متخلفه، ولا ايمي اللي بتفهم غلط، ولا انا اللي حظي متخلف، ولا انا اللي حظي زفت. يعني انا بصراحه ما بقتش فاهم بجد. يعني انا جاي في امان الله رايحين نسافر، هما الايه اللي قالت اصلا باخره ومش عارف ايه. احنا قلنا نسافر بطياره، لكن ازاي احمد طلع بالصدفه كمان ايه حجز الباخره؟ ولا وهي اعجبت قوي بالفكره، يعني كان ممكن ترفض، كان ممكن نغير عادي، كان ممكن نرجع التذاكر ونجيب تذاكر تانية عادي، لكن هي وافقت وكملت واعجبت بالفكره ورجحت جدا الفكره ونجحت الفكره وايه واتزفتنا. اما اروح اشوف بنتي. ايوه اهلا، صباح الخير، صباح النور. كنت جاي اشوف البنات هنا. والولد. اتفضل. ايه ده انتوا هنا؟ اكيد يعني مش هنسيبهم ولا لحظه. فين جوسي؟ دخلت الحمام وجايه. طب انتوا ما نمتوش؟ لا نمنا ولسه صاحيين، متعودين نصحى بدري. صح، متعودين تصحوا من الفجر انتوا، احنا ننام الفجر انتوا تصحوا الفجر، الناس تصلي الفجر وتنام انتوا تصحوا الفجر، ما شاء الله. طيب ما علينا، فين جوسي؟ قلت دخلت الحمام وجايه. طيب ونيلي، الولد اللي لسه ما نعرفش اسمه، وميرا. طيب كويسين الحمد لله. معلش تعبينكم. لا ولا يهمكم، ده الواجب بتاعنا. هو في حاجة حصلت؟ لا. طب تعالوا ثانية. ماشي تعالي. لا خلينا انا واقفة هنا احسن. ماشي اتفضل يا استاذ محمد. في حاجة؟ لا يا جميلة، بقولك خدي بالك بس. من ايه؟ عشان يعني هو انت عارفة هايدي؟ هايدي تقريبا. تقريبا انا مش فاكره انا كنت موجوده في المواضيع دي ولا لا، بس تقريبا. طيب اعرفيها، عموما هي بنت مش كويسه يعني، وهي موجوده في الباخره، فيعني ما تخليش حد غير هي بتاعه البيبي سيتر بس اللي تسكن عند الاطفال، هي اللي تبقى مع الاطفال، او خدي بالك. عموما حاضر، انا كده كده واخد بالي من غير ما اعرف اي حاجه، ما تقلقش، الاطفال دول في عيادنا لغايه ما نوصل، وانا ارجع بنظف البيت وهي بترجع تاخد بالها من بيبي سيتر اللي هي كيت. ماشي انا عارف ان كيت كويسه، بس برضو يعني هي لسه في الاول مش فاهمه قوانين العيله وما تعرفش حاجه عن هايدي وكده، فخلي بالك انتي اكتر يا جميله. معلش ما تقلقش، احنا الاتنين سوا. مش شكرا، انا معلش هتعبك في وقت الاجازه. لا ما تقولش كده ابدا، انتوا بجد انا بحبكم جدا يا استاذ محمد، انت ازاي تقول كده؟ طيب يا جميله، الحمد لله ان احنا معانا جميله، الحمد لله والله، يعني مثاليه بجد بقى بجد، ده انا حظي زباله قوي دي كده بجد، ايه القرف ده يا هايدي؟ اهلا، صباح الخير. غريبه انت النهارده كنت
جاي اعدي عليكي في الاوضه لقيتك مش موجوده. كان الكابتن عايزانا. ليه كانت عايزانا؟ ليه كانت تقول لنا القوانين وما اعرفش ايه، بس يعني انا افتكرتها حاجه، عايزه حاجه مهمه. انا و ايميلي وانتي المفروض، بس انا هروح دورنا عليك انا وايميلي ما لقيناكيش. فروحنا للكابتن شفنا هي عايزه ايه، وقالت لنا ناخد بالنا طبعا من العيله وان هم ضيوف، وطبعا نتكلم كل مره يعني مش كلام جديد، كنت فاكره كلام جديد عشان كده كنا بندور عليكي. اه طيب ماشي. فانا جاي دلوقتي لقيتك في وشي، فغريبه يعني من امتى وانت تبقي متضايقه كده، ومن امبارح انت غريبه وتصرفاتي غريبه. هو انت عارفه الناس دي؟ 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 هقولك الفكره كلها يعني انه الفكره كلها ان اللي اسمه محمد ده كان خطيبي زمان. ايوه عارف محمد، كان خطيبي زمان، ومراته امي دي حربايه جت بوظت العلاقه بتاعتنا وخدته مني. ايوه هو ده اللي حصل. انت عارف محمد؟ لا ابو شعر بني. ايوه هو ده. وبعد كده هي خدته مني، وبعد كده حصل خناقات كبيره. ثواني مين محمد ده؟ هو في حد شعره بني اصلا؟ لا ده انت عندك عمى على الالوان بقى. انت ايه بتفكر منين انت؟ قولي بتفهم من رجلك هايدي بجد. بس انت قلتي ان لما جينا هنا لما بدأتي تشتغلي معانا وكده، والكابتن سألتك عن نفسك، قلت لها ان انت مش مخطوبه ومش متجوزه وما تعرفيش حد يعني، وبس مجرد اصدقائك سابوكي وما اعرفش ايه يعني، انت كنتي وحيده اصلا، احنا بقينا اصدقائك وما اعرفش ايه. انت هتذل ابويا؟ انا عايزه اعرف. ايه ايه لا انا مش قصدي كده ابدا. يا 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 ايميلي انا اسفه جدا. لحظه واحده، في حاجه بقولك يا كيت. ايوه يا جميله، خدي بالك معايا من الاطفال عشان يعني خلينا واخدين بالنا منهم احسن. مش مفيش مشكله عادي، ما انا كده كده واقفه معاهم، انا البيبي سيتر بتاعتهم يعني، انا لازم ابقى موجوده. انت روحي ارتاحي يا جميله بجد، انت محتاجه راحه يعني، انت المفروض واخده اجازه، انت بتشتغلي معاهم من زمان، انما انا لسه بادئه شغلي وكده، فلازم ابقى مع الاطفال كتير عشان اتعود عليهم. لا يا كيت بجد لازم ابقى معاكي. ماشي. ايوه انت هتفضحينا كده. صح. ايوه في ناس معانا في السفينه على فكره، احنا مش قاعدين لوحدنا. ايوه في ايه؟ طيب هايدي اتحولت تاني. هايدي ايه دي فين الرش؟ بسرعه الرش، خدي بسرعه خدي. ماشي. ايه دي ممكن تبطلوا عبط؟ انتوا حرفيا مترشوا عليا ميه وفيها لون بس، كل مره تعملوا كده فيا. ايوه ما هو اللون ده عشان تحس ان احنا بنعمل فيكي حاجه، الميه دي عشان الميه بتهدي العصبيه بتاعتك. فاهدي اهدي ابعدي بقى. هي اتحولت ليه؟ مش عارف، بتقول انها كانت بتحب حد ومخطوبه وما اعرفش ايه. او ماي جاد، مين احضر فرح؟ قولي لي انت هتعزميني انا صاحبتك صح؟ اكيد هتحضر، هتخليني احضر الفرح بتاعك. هايدي بجد بعيد انت كمان، انت متخلف. شكرا. العفو. طب قولي لي مين هايدي؟ انت هتسيبيني كده مش عارفه؟ هايدي انت زي ما حكيتليش على الموضوع قبل كده، احنا بقى لنا 6 شهور شغالين مع بعض تقريبا، يعني نص سنه تقريبا، يعني حضرتك ما قلتليش الموضوع ده لمده نص سنه، يعني انا مش مهمه في حياتك. اميني ممكن تهدي. اوكي. فريدي سألوا ايمي دلوقتي، فريدي قلبوا. ثانية ايميلي هقول لك وخلاص. قولي لي ياي ايميلي. ايوه شفتي محمد؟ كان لسه عندي من شويه كان عمال يسال على بناته وعلى طفله، وكان بيطمن على 4 اطفال اللي عندي في الاوضه. الصراحه يعني هم اطفال لطيفين جدا، وانا باخد بالي منهم. دخلتي شويه. طيب في ايه؟ شفته عرفتي؟ عرفته. هذا كان خطيبي في السابق. او ماي جاد، يعني بنته بنتك؟ انتي غبية ولا ايه؟ مش فاهمة. في السابق بتقولك في السابق؟ ايوه معناها في السابق. يعني
كنتوا مخطوبين بعد كده اتجوزتوا بعد كده خلفتوا. لا انت بجد غبية بقى. اه خلاص فهمت 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 فهمت، خطيبك في اتصالك. انا مش فاهمة يعني بسبب ايه مين الحرباية مراته هو ما يتجوز اتنين، انت التانية ولا انت الاولى؟ اسكتي افهمي. طيب شفتي ايمي بتقول انها خدته منها؟ ايمي ثواني افتكرت مين ايمي. مرات محمد. خدته منك؟ ازاي خدته منك؟ هو لعبة حيو. مش وقتك بجد. اوكي انا اسف. في ايه؟ بتقول ان هي كانت مخطوبة لمحمد وبعد كده ايمي خدته منها. وبعدين ايه اللي حصل؟ ابعدوا عن وشي بجد، ابعدوا عن وشي. هي مريضة كده؟ انا مش عارف بصراحة، انا ماليش دعوة بيها. انا كنت يعني انا مش فاهمة هي عايزة ايه. ولا انا والله، انا ورايا اطفال اخد بالي منهم. انت خد بالك منها بقى، دي مجنونة بجد. ما تخليهاش تقرب من محمد عشان امي حرام مراته، حتى لو هي كانت خطيبته زمان. اوعى تخليها تقرب من محمد. حاول تليها، خلي الكابتن تليها دايما. كابتن اللي ترغيها، انت عايزاني ادخل اقول للكابتن كده؟ انت عايزاها ترميني من البحر يا ايميلي؟ بعد عني بقى، تعالي بس هقول لك. ايه ده؟ اعوذ بالله. ما فيش حد ناوي يصحى ولا ايه؟ ما اطلع صحيه. محمد يا نهار اسود. انا عارف انا عارف، ايمي دلوقتي هتقوم هتقوم فايقه. جات لي فكره فتاكه. محمد كنت عايزه اقول لك خبر حلو بالنسبه لك. شكرا، انا والله بجد مش عايزه اعرف. يا هودي بصي اسمعي، انت بنت كويسه وانا ولد كويس، انت في حالك وانا في حالي، بالله عليك عشان احنا مش عايزين مشاكل، عايزين نوصل بالسلام. انت توصلي بالسلام بدل ما تترمي في البحر، وانا اوصل بالسلام بدل ما تترمي في البحر. فبلاش كلام معايا، خليكي على تواصل من بعيد. لا ما تتواصليش اصلا. توصلي ليه؟ خليكي من بعيد، ما تتعامليش معايا. اسمع. لا مش عايزه اسمع بجد، حاجه هتفرحك جدا بجد. انا مش عايزه اسمع، ممكن تعديني تبعدي عني تنصرفي؟ اسمعني. طيب listen to me. ها اصلا انا اتخطبت. اوكي ايه وات يس او طب حلو. ماشي. طب حلو، فخلاص ما تقلقش انا مش مركزه معاك. اوكي ماشي، طالما كده ماشي. انا جيت نورت البيت. ايه ده 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 ايه ده؟ انتوا الاثنين قاعدين تاني؟ انتوا ناويين تبوظوا لي الرحله صح؟ قولي لي يعني، قولوا لي لو انتوا عايزين تبوظوا الرحله وتنكدوا علي على الرحله، عشان يعني انا بصوا انا مفرفشه وحاولت امبارح اعدي اليوم على خير، انما النهارده اصحى الاقيكم انتوا الاثنين واقفين في نفس المكان. لا ده كده مش عادي اليوم على خير بقى. قولوا لي بتتكلموا في ايه بدل ما اعرف. انا ممكن اروح اقول للكابتن عادي دي مجنونه وانا حبيتها وحاسه انها زيي كده. لا اهدي بس اسمعي، ده في خبر حلو قوي. خبر حلو قوي. خطبتها يا بابا؟ اسمعي اسمعي منها، قولي لها يا هايدي اللي انت لسه قايله. ولا اللي انا لسه قايله لك؟ ابص ايدك، ما تعملي نفسك غبيه بجد. بس هي ممكن تزعل مني. لا قولي. لا بجد ممكن تزعل مني. هلطش. بصي بقول ايه ده، وانت تلطشها ليه يا حبيبي وتلمسها لي؟ انا لطشها عادي. لا اتفضلي قولي. اوكي انت مصر بقى. اصل يا امي انا الصراحه يعني مخطوبه. اتخطبت بجد؟ اه. طب وانا هزعل ليه؟ بقولك اتخطبت اتخطبت افهمي. طيب ماشي، دي حاجه كويسه يعني. بتخوني خطيبك يعني ولا ايه؟ بتتكل على الله انت بتخوني خطيبك يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا 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 خلاص، انا مفيش مستحيل الكلام ده، انا خلاص اتخطبت طلعت من دماغي كل الناس. ماشي. مش عايز تعرفي مين؟ مين؟ مش هقول لك دلوقتي، خليها في وقتها. طيب انا مش مهتمه اعرف اصلا. المهم حل يعني، بدل ما انت خطيبتي خليكي في حالك. هاتيني رقم خطيبك كده، ما انا هتصرف معاه. لا 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 بجد ما ينفعش. ثواني بقى عشان الكابتن عايزاني. امال هزعل؟ بتقولي هزعل ليه دي؟ انا طالعه لمحمد بجد. انا بجد بحمد ربنا ان امبارح امي عدت الموضوع على خير وما حصلش مشاكل بجد.
الصراحه والله انا ما كنت اعرف ان هو دي هنا. انا لو كنت اعرف كنت حجزت الطياره. يعني انا مش عارف ايه اللي احسن، المشاكل لازقلنا. لا لا لا، ان شاء الله مشاكل ايه، ان شاء الله. هنبص لو هترسى ان احنا نحذف هايدي من من المركب، مش هيفرق معانا. احنا عايزين نوصل اليابان بامان. وانا كمان صلاح. اه يا بلد، انا عندي بلد شليف كل تاني. ايه، ما انا هروح اصحيه انا في الاخر، بس انا مكسوفه ادخل اصحيه. مش مشكلة، ساعة بالظبط وادخل الاطفال يزهوا بس كده. هل ابوس ايديكم. هنوصل امتى؟ والله انا ما عارف، بس احنا يعني هنوصل باذن الله. ليه حصل ايه؟ ولا حاجة. عايزة امشي من ام المركب، عايزة امشي من ام السفينة، عايزة امشي من ام الباخرة. يا ريتنا ما جينا في باخرة، يا ريتنا ما جينا في باخرة. حصل ايه؟ ولا حاجة يا نانسي، كل خير. حصل كل خير، حرفيا ما حصلش غير الخير. ايه حصل ايه؟ طيب ما امبارح كانت ايمي كويسة. ما انا عارف ان امبارح كانت ايمي كويسة. تتليس على كلامي؟ طيب انا عارف ان امبارح ايمي كانت كويسة. طب برضه كده بتتلي على كلامي لسه. انا عارف ان امبارح ايمي كانت كويسة. ايوه كده، مش بتتلي. بس النهاردة ايمي ممكن تخربها عليا. ليه؟ عشان صحيت لقيتني ما بكلمها. وانت بتكلمها ليه؟ خلاص حبكت، هتموت يعني لو ما كلمتهاش. يا انت غبي، هي اللي كلمتني اكيد اولا. اوكي هي كلمتك، ليه ما سبتهاش ومشيت؟ عشان هي المفروض قالت لي انها جايه، عماله تقول لي هقول لك خبر حلو، اقول لك خبر حلو. قلت لها ايه الخبر الحلو؟ في الاخر بسرعه اختصر، مش عايزين نعرف بيتي قصه. الخبر حلو انها اتخطبت، بس ده مش موضوعنا. لا ده هو ده موضوعنا. اتخطبت؟ نايس. هاي دي اتخطبت؟ طب كول، دي حاجه كويسه. المفروض بقى. طب امال ايه اللي مضايقك؟ ان ايمي افتكرتني ان انا بكلمها في موضوع تاني. بس ايمي مش هتصدق دلوقتي ان هي قالت لي ان انا اتخطبت، عشان انا كنت قاعد بنتنازل في النهايه. اوف مش مهم. فين هو راح؟ تعالي. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه القمر ده؟ ايمي اول مره اشوفك ملكه جمال كده. اول مره؟ تاني مره بس المره المليون اشوفك كده. ايه القمر ده؟ انت طول عمرك حلوه، بس النهارده انت واو بجد. هو انت بتستدفيني ولا بتستهبلني؟ مش فاهمه ولا ده. طب امال ايه؟ ما تقول ان هايدي اتخطبت كنت سكت عادي وخلاص، وسبتك وكيتك انا كنت على فكره نازله ده عشان نفطر، عشان تعرف ان انا ما كانش يعني نيتي حاجه وحشه. انت اللي توترت اول ما شفتيني. ليه؟ انا عايزه افهم. انا ما توترتش ولا حاجه، انا توترت عشان انت هتقعدي تفهمي غلط. وافهم غلط ليه؟ هي مش اتخطبت؟ اتخطبت. اي نيله حصل لها؟ اي جاهيه. المهم هي مش حلت عنينا يعني المفروض. طيب ما تعرفش هي خطبت مين؟ وانا مال امي بجد يعني، انا مالي. خلاص ما علينا، انا هنسى الموضوع بما انها اتخطبت بقى، اتنيلت على عينها. مش مهم. طيب بقول لك يا امي، ما يلا نفطر بقى، ما دام انت كده كنت هتروحي تفطري ونفطر وكده. اه انا يعني كنا هنفطر سوا. ماشي، فين صحي علي وصحي عمر، صحي وانا صحي عمر وليلي، وصحوا يعني الناس، وكلنا نفطر سوا ونبدا كمان فيديو. يلا نبدا فيديو دلوقتي، فلوج اول يوم في الباخرة. اوكي يلا بينا، ما عنديش مشكله. يلا نبدا هنا لغايه ما الباقي يصحى. ماشي يلا بينا. موقف. هلو بناتي حلوين، النهارده رجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عن يوم كامل في الباخره. لا اول يوم في الباخره. ما علينا يعني، قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يصلك اي فيديو انا نازله. ويلا نبدا. طبعا يا جماعه صوتنا بيتغير عشان عندنا برد، فيعني دول نخف بليز. دي اول حاجه. تاني حاجه، طبعا اول حاجه هنصحي الناس عشان نفطر، فخليكم معانا وما تنسوش تعملوا لايك وليتس جو. يلا هنصحيهم. نور، مايا هدخل انا اصحي انجي وانجلينا. نور ضايع اول يوم في الباخره يا نور. يلا نور. اللي فاتني ولا حاجه. ايه يا حبيبتي في ايه دي؟ اه ماما حلمت حلم وحش قوي. حصل ايه؟ حلمت ان احنا اول ما روحنا هناك جت الامتحانات وعرفت امينا يا ماما. لا لسه بدري ما تخافيش، اصلا ايه ده يخليكوا تمتحنوا هناك؟ مفيش امتحانات، انت كي جي يا ماما. اه الحمد لله. بحبك يا ماما. وانا كمان بحبك. يلا يلا صحي ماي. صباح الخير، صباح النور.
مايا مايا مايا. ايوه، مين؟ انا ايمه. هو انتوا بتحلموا بايه يا جدعان؟ في ايه الكوابيس اللي عماله تجيلكوا دي؟ مايا لا، مش هاجي، انا خايفه. خايفه من ايه؟ مايا مايا. ايوه انا صاحيه. مالكوا يا ولاد؟ في ايه يا حبيبتي؟ قومي يا ماما، قومي يلا عشان هنفطر سوا. بجد ايه اللي حصل؟ حصل سهاجة يا حبيبتي؟ اسمعي، انتي كنتوا بتحلموا بايه؟ انتوا ايه اللي حصل لكم؟ ولا حاجة، مش فاكرة كنت بحلم بيه، بس كنت بحلم تقريبا، مش فاكرة. كويس ان انتوا صحيتوا دلوقتي، يلا عشان تروحوا تغسلوا وشكم ونفطر كلنا سوا، ايه رأيكم؟ اوكي يلا بينا، يلا تعالي. اوكي يلا احنا بقى نطلع نشوف معاهم، عشان ايه؟ كده كده جوليا هتصحي الباقي ومحمد بيصحي الولاد. يعني انا مكتوب عليا اصحيكم انتوا الاثنين، انجي وهي مش هتصحى، انما انجلينا هتصحى. انجلينا انجلينا، بقالنا كتير ما شفتكيش، يلا القناه اشتقت لك. انجلينا انجلينا، قومي عشان تصوري معانا. ايه في ايه؟ شو اللي هدتيني؟ عملت ايه انا؟ اطلعي بره واقفلي النور. اطلعي بره واقفلي النور. احنا مش في البيت حضرتك. اطلعي بره واقفلي النور، انا مش قاعده، بصي انا نفسي نام. انجلينا انجلينا، انت بايه؟ في ايه؟ جوليا انت اللي فيش امي بقى. انجلينا انجلينا يا لبي، ايه؟ اصحي حبيبتي اصحي. ليه؟ عشان هنفطر سوا وهنعمل كذا حاجة سوا. بجد؟ لازم اوي، يعني اوي اوي. ايه رأيكم تطلعوا انتوا الاتنين وتسيبوني نايمة؟ انا مش عايزة افطر، انا هصحى على الغدا على طول، انا نفسي افطر سمك. خلاص مالكوش دعوة، يلا روحوا بقى. حلو ماشي، يلا شاطرة، يلا دورك. ايه بعيدي عني، بصي انتي حرة، انا ما بتكسفش، حتى بقى هتتشكي. ايه ده؟ يلا اطلعي. طب براحتك، انا هتصل بابوكي بقى. لا والله صحي، ده ايه القرف ده؟ ما تبطلوا تحديد اهو بقى، اهو شاطرة بهدلت السرير، احنا اللي هنروق يعني، انا مالي. يعني ايه رأيكم تتكرموا وتاخدوا السراير اكتر من كده؟ يعني حاسس ان انا ما بقاش ليا مكان، ولا انا ولا محمد. ايه رأيكم تتفضلوا تصحوا؟ يعني لو تكرمتوا. هو انت بتستأذنهم يصحوا؟ في حاجة اسمها والله لو ما صحيتوا انتوا حرين. بصوا في بقى جردة المية ساقعة بره. خير، صباح الخير. اهلا، ينفع انام شوية؟ يلا قوم، صباح الخير. ايه ده؟ مين ده؟ انت هو انا بتهدد؟ قوم والله انا نام. والله لا تنام، والله لا تنام، اطلعوا برا انتوا كده ثواني. يلا حلو، يلا روح اغسل وشك. يلا يا شاطر. عمر براحتك، في 3 4 بنات كده تقريبا جايين ينضموا للرحله بتاعتنا، ده اللي انا سمعته يعني. بجد؟ بجد انت غبي ولا ايه؟ 3 4 بنات. قلت لي اصحى عشان هنعمل ايه؟ هنفطر سوا صح؟ ماشي، انا صحيت عشان نفطر سوا، خلي بالك. ما انا عارف. فين البنات؟ قصدي فين الفطار؟ بره. بجد؟ هلو، هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ قلنا يعني نفتح كده الكاميرا واحنا بناكل، زي ما انتم شايفين كل واحد ماسك اكل بياكله. مش جعان هو؟ مش محمد قال في 3 بنات هيتضموا للرحله من الاخر بقى؟ يعني تلم نفسك. على فكرة هو بيضحك عليك، مفيش بنات جات ولا حاجة، هو بيصحيك بس. احلف والله. يا نهارك احمر يا محمد. ايه؟ ولا حاجة يا حبيبي، بالهنا والشفا. جيت؟ ما مش كنت في الحمام، اطروشي. عملتوا ايه؟ تعالي تعالي اقعدي، اتفضلي. شكرا، هاكل برجر طبعا زي ما انتوا شايفين، يعني كل واحد اتفز براحته. يعني احنا دافعين حضرتك، انت عايز ايه؟ طيب خلاص انا اسف، اتفضلي بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. واي بس، يعني كلنا بناكل الحمد لله، قبل ما نوصل باذن الله. يا رب يا رب. دلوقتي يعني عشان ناكل براحتنا، ممكن نرجع لكم بعد ما ناكل، ايه رايكم؟ او الليل بقى، خلاص يلا نرجع لكم بالليل. سي يو. الخير زي ما انتم شايفين يا جماعه، حل الليل احنا قاعدين هنا، شايفين نعمل ايه؟ طبعا الملل رهيب،
فدلوقتي احنا يعني فتحنا عشان احنا المفروض داخلين ننام، ده مش شايفين كلنا قاعدين هنا اهو، ولسه البيبي قاعدين هنا اهو. هاي فين البيبي سيتر اللي بتبقى هنا؟ مش عارفه راحت فين، وات ايفر، حتى ما شفتش هايدي الحمد لله، مخطوبه بقى خليها تحل عني. ف دلوقتي يا جماعه ممكن نفكر نطلع فوق، ايه رايكم؟ عشان ننهي الفيديو بقى اه، فان يعني داخلين ننام، فاحنا هنطلع فوق عشان ننهي الفيديو فوق على البسين، هيبقى المكان احلى يعني، ده رايي ورأينا كمان. ماشي، ما عنديش مشكله ماشي مع راي نانسي، خلصت تمام عادي. ده انا هخرب بيتك يا محمد، صباح الخير يا عم بقى، ولا تصبح على خير، مش هتفرق. ماشي يلا نطلع فوق عشان يا جماعه ننهي الفيديو. انتوا سامعين ولا الشبكه عندكم ضعيفه؟ لا سامع، ما تشوفيش بس بصراحه مش قادره اتكلم، عيانه هي دفلا دفلا. طب بقول لك عيانه على فكره، انا مش بتخانق. ماما انت بتتخانق؟ انا قلت بتتخانق، خلاص يلا يا ليسا، يلا يلا يا سليب. سلامتك، الله يسلمك، انت تعديت اصلا، يلا مش مشكله كلنا معديين، يلا حلو عني حلو عني بجد. يلا انا بجد مش طايقه الرحله، هفضل. معلش يا جماعه انا اسفه جدا، متعصبه عليكم، انا اسفه كلكم، اسفه للكل حرفيا ما عدا محمد، هفضل متعصبه عليكم عشان انا مش طايقه الرحله وكده كده انا عيانه، فانا اسفه عادي مش مشكله. حلو عني بس مشكله يا قلبي، انت مش متعصبه، انا كمان عماله استنفس ليف، انا اسفه يا حبيبي، انت ما شتمتنيش، قلت لك يا همال من شويه، مساجي بتقوليها لي دايما يعني، ف انت بتشتميني؟ لا يا بيبي، خد اشرب عصير، اشرب قهوه، لا كده مش هعرف انام، خلاص حبيبي ما تزعلش، مش مشكله، اخر مره ميرسي يا بيبي، انا اسفه والله، بقولها وانا مش قصدي يا بيبي، حلو عني بقى ارحموني. يلا نطلع فوق ننهي الفيديو. ماما انا مش قادره اطلع بصراحه، خليكي انت، انا مش قادره اطلع بصراحه، خليكي مش قادره اطلع، خليكي خليكم، ما تحدش يجي، انا طلعاني الفيديو، استني انا جايه، طب انا جاي، اصبري اصبري، وانا كمان، واحنا انا كمان جاي، ما اعرفش عمر جاي ولا لا، جاي وامر الله جاي، ايه مش جاي؟ لا جاي والله. دي سبتي لسه وشريف، ما انا عارفه. طب ازاي هو في متضايقه يا محمد بجد؟ انا متضايقه قوي. لا ما تتضايقيش، احنا معاكي، ما تتضايقيش، متضايقه انت سبتي لسه وشريف وهيجوا، بصي هنتفرق، اقعد صب عشان ايه الفيديو. يا هلاوتك يا ام، يا هلاوتك يا هلاوتك يا هلاوتك، اهدي بقى، انا بحبك يا ليزا، وانا بحبك يا امي والله. واو حلوه صح، جميل عليك، يا لاس انا هكمل بيها الفيديو، كملي يلا. طب من الفيديو بقى بصوت ايديكم، يلا بينا، يلا تعالى ندخل، هو احنا مش شايفين ابننا طول اليوم عادي كده؟ عادي، المهم انا وانتي مع بعض، هو كده كده مع كيت يا حبيبي. طب ابنكو ده زباله يعني؟ هو مع كيت بقى، انت اب زيرو على الشمال بجد. يلا بينا نعمل الفيديو. اوكي يا جماعه، بس كان كل سايت الفيديو، هو ده اليوم اللي احنا قضيناه النهارده، متنسوش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك الفيديو احنا بننزله، وتدعوا لنا ان احنا نخف، وبس كده، باي. اتعديتي؟ لا ما عدا يعمل الاول. الحمد لله.